تلسمان أو تعويذة الحظ السعيد اسم لبيت دمشقي تحول إلى فندق تراثي بخطوطه العائدة إلى عهود إسلامية ومملوكية وعثمانية. احتفاظ البيت بما كان عليه من سقف مزخرف وفسحة سماوية إضافة إلى البحر التي اتسعت هنا لتتحول إلى مسبح، وافق على ما يبدو هوى السائح الذي وجد في هذا الفندق تناغما بين طابعه الداخلي وما يحيط به كونه يقع في المدينة القديمة. هذا الفندق معلم من معالم دمشق، إنه واسع وغرفه فسيحة وفيه حمامات حديثة. بيخلي الواحد يعيش بأجواء دمشق القديمة والبلاد الشام القديمة، بيطلع ذكريات قديمة لنا نحن يعني، وأنا برأيي كتير حلو الأوتيل. ينضم الفندق إلى 7 فنادق على شاكلته تعمل في المدينة القديمة. هنا وصلت تكلفة إعادة تأهيل وترميم الغرفة الواحدة إلى نحو 140,000 دولار، وتبلغ تكلفة ليلة المبيت نحو 300 دولار. ويرى مستثمرون أن الهدف هو إعادة الروح لأقدم مدينة مأهولة في العالم، إضافة إلى خلق فرص استثمارية جديدة. هو لأنه نوع جديد من السياحة، وكثير من العالم أو الضيوف الأجانب بيحبوا يعيشوا بهذا الجو، إنه بيحبوا يشوفوا شلون كان الإنسان الدمشقي عم بيعيش، إنه هو عم يقعد ببيت عمره 200 سنة، فهن هذا اللي بيصدوه بالسياحة لعنا على البلد. الاهتمام الذي أولاه المستثمرون لهذه الفنادق سواء لجهة إعادة الترميم التي كلفت ملايين الدولارات أو لجهة الجمالية المعمارية التي أسبغت على المكان دفئاً وحيوية لم تكن كافية على ما يبدو لكسب ثقة أصدقاء دمشق الذين وجدوا في هذه المشاريع إقصاءً للعادات والتقاليد الموجودة هنا، إضافة إلى تأثيرها السلبي على النسيج الاجتماعي. بلش يتشوه شوي النسيج الاجتماعي بسبب دخول ناس مثلا سواء سواح داخليين أو خارجيين، يعني وجود المطاعم، وجود الحركة السياحية عم تسيء شوي للنسيج الاجتماعي. لا يحبذ الكثيرون تحويل دمشق القديمة إلى مطاعم وفنادق وإخلاءها من سكانها، فجمال المدينة القديمة بأهلها أمر يتطلب وضع شروط تنظيمية لترخيص الفنادق وقرع ناقوس الخطر، مع قيام المستثمرين بإغراء السكان بمبالغ عالية من أجل ترك بيوتهم. ليلى موعد، الجزيرة، دمشق.